هي حملة طبية مجانية لمكافحة العمى تنظم بعمالة المضيق الفنيدق إلى غاية الرابع من أكتوبر الجاري من قبل مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. المجموعة ديال العمليات الجراحية واللي كتقدر تقريبا 60 عملية في اليوم، 60 عملية جراحية خاصة بالجلالة، إلى حدود الساعة تم تقريبا 400، تم التشخيص ديال 400 حالة اللي غتستافد من هذه العمليات الجراحية، كما أن الناس اللي كانوا استافدوا من العيادات الطبية تقريبا إلى حدود الساعة العدد كيتقدر ب 3000. هذه الحملة الطبية لجراحات العيون، هذه الحملة ال 24 اللي كتقوم بها المؤسسة منذ 2009، الهدف منها هو تقريب الخدمات الصحية للفئات الهشة. تقريبا 500 ديال الناس اللي غادي يستافدوا من هذه الحملة الطبية، وأكثر دابا وصلنا هذه يومين وصلنا 3000 كونسلتاسيون ميديكال. هذه المبادرة الاجتماعية تنظم بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة الحسن الثاني لطب العيون. الوزارة منخرطة بشكل قوي في هذه المبادرة الطبية التي تتوافق مع أهداف البرنامج الوطني لمحاربة العمى، ومحاربة العمى لا تشكل فقط تحديا طبيا وصحيا بقدر ما تشكل أيضا تحديا اجتماعيا واقتصاديا. المبادرة الطبية تستهدف الأشخاص المعوزين خاصة في الوسط القروي الذين قد يواجهون صعوبات في الولوج إلى العلاجات الضرورية للأمراض المؤدية للعمى.